بعد إساءتها للسعودية، هيا الشعيبي تخرج عن صمتها وترد على هجوم السعوديين. حالة واسعة من الجدل أثارتها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، وذلك بعدما وصفه عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة للشقيقة الكبرى السعودية. أزمة هيا الشعيبي بدأت عندما نشرت النجمة الكويتية عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام عدة صور لأمير الكويت الراحل صباح الجابر الأحمد الصباح مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني. وعلقت هيا الشعيبي على الصور التي نشرتها من خلال خاصية الستوري عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام قائلة: اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل، اللهم ارحمه برحمتك. وبعد نشر هيا الشعيبي تلك الصور تعرضت لهجوم عنيف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموها بالإساءة للسعودية والوقوف في صف أمير قطر تميم بن حمد الثاني ضد الرباعي العربية. واعتبر السعوديون أن الصور تسيء لبلدهم وأنها تقصد فيها بأن قطر على حق والسعودية على خطأ في الخلاف الحاصل بينهما. وعلقت هيا على ذلك من خلال فيديو لها قالت فيه: أحب أشكر كل اللي عزوني، والنميمة والكلام الزايد لا راح يودي ولا راح يجيب، متطرقة لإيجابيات الدول الخليجية. وقالت هيا الشعيبي في الفيديو: بس بقول كلمة، من قالوا جسد قلت الكويت، من قالوا روح قلت السعودية، من قالوا عروج قلت الإمارات، من قالوا قلت أهل الدوحة، وإن قالوا نسم قلت عمان، وإن قالوا الأمان والطيبة في عمرك أقول البحرين، أكثر من كذي ما أقدر أقول. اللي أقوله إن النميمة والكلام الزايد لا راح يودي ولا راح يجيب. وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت يوم الثلاثاء 29 من شهر سبتمبر من العام 2020 وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري في بيان مقتضب: الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلها في 23 من يوليو بعد تعرضه لوعكة صحية، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة. الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من مواليد 16 من يونيو 1929 وهو الحاكم 15 لدولة الكويت بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة. واعتبر الشيخ صباح الأحمد أول وزير إعلام في دولة الكويت وثاني وزير خارجية في الدولة.